هناخد حضراتكم شوية للشأن الرياضي، واللي يمكن قطاع كبير من الناس كان مهتم وبيسأل عن مسألة القرار المفاجئ لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاده للثلاثي أيمن عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من المعسكر. وده حصل بعد الماتش والفوز الكبير للمنتخب الوطني على جيبوتي بسداسية، يعني فوز طبعا كبير، والناس يعني هذا الفوز أسعدها بشكل كبير. لكن لقينا أنه الاتحاد المصري لكرة القدم على طول بعد هذه المواجهة بيقرر استبعاد الثلاثي إمام عاشور طارق حامد حسين الشحات، وده كان بناء على رغبة روي فيتوريا. إيه اللي حصل وليه الثلاثي دول تم استبعادهم؟ اللي اتقال أنه كان في تدريب بعد المباراة، مباراة جيبوتي، واللعيبة دول ما شاركوش في هذا التدريب. اتقال كلام انه اللعيبه كانوا مصابين فما قدروش انهم يروحوا هذا الميران. طب ايه اللي حصل؟ خلينا نعرف اللي بيحصل من الناقد الرياضي احمد الهواري. مساء الخير عليك، ولو تطلعنا ايه اللي حصل مع الثلاثي امام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، وليه تم استبعادهم من قبل روي فيتوريا، ومساله انه ما عندناش بديل، ده هياثر ازاي على اداء المنتخب بعد ما شفنا الفوز الكبير على جيبوتي واحنا لسه عندنا مباراه سيراليون؟ نادير مساء الخير، تحياتي ليكي وتحياتي لكل الساده المتابعين في كل مكان. زي ما انت قلت كده بالظبط، الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده روي فيتوريا فاجئ الجميع بالامس عقب مباراه جيبوتي باستبعاد الثلاثي طارق حامد حسين الشحات امام عاشور من معسكر او من رحله المنتخب الى ليبيريا لمواجهه منتخب سيراليون في الجوله الثانيه من تصفيات كاس العالم. الموضوع كان غامض، خاصه ان البيان الرسمي اللي طلع من اتحاد الكره تم صياغه جمله معينه كده ان استبعاد الثلاث لعيبه لعدم التزامهم بالقواعد والنظام الداخلي لمنتخب مصر. فجمله نقدر نقول عليها جمله مطاطه شويه، يعني التكهنات طلعت كتير، لكن خليني اقول لك اللي حصل ايه، الواقعه تمت ازاي وايه اللي حصل بالظبط. الموضوع بدا من امام عاشور تحديدا قبل المباراه بيوم او ليله المباراه تحديدا. اللاعب اشتكى من اصابه، وقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر ان هو عنده اصابه. دايما الجهاز الفني خاصه لما يكون مدير فني اجنبي بيحب ان هو اللاعب يوقع كشف طبي ويخضع لفحوصات طبيه عشان يتم التاكد هل اللاعب فعلا مصاب او يعني مدى الاصابه ايه. امام عاشور خضع لفحوصات طبيه اثبتت ان اللاعب ما عندوش اصابه تعوقه عن المشاركه مع منتخب مصر، وبالتالي انضم للقائمه وكان متواجد. واللي خرج من القائمه في مباراه جيبوتي امس هم اثنين لعيبه بس، رامي ربيعه ومحمود حماده. بعد المباراه الثلاث لعيبه طبعا خلال 90 دقيقه ما شاركوش، بنتكلم على طارق وحسين وامام، ما شاركوش في المباراه، ولكن عقب المباراه كان في تمرين، هم شاركوا في التمرين بالفعل، لكن الجهاز المعاون كان بيشرف على المران وشاف ان هناك حاله من التراخي شويه من الثلاث لعيبه، وبالتالي تم ابلاغ روي فيتوريا اللي على الفور استبعد الثلاث لعيبه بعد العوده لفندق الاقامه. الثلاث لعيبه رجعوا عادي، ما كانوش عارفين اي حاجه. بعد الوصول للفندق الجهاز الفني ابلغهم ان هم الثلاثه مش موجودين. روي فيتوريا اجتمع بالثلاث لعيبه قبل ما يخرجوا من معسكر المنتخب، تم تعليفهم بصوره كبيره جدا من المدير الفني. هو شاف ان اللعيبه كان يعني لغه او تعبيرات الوش مبينه ان اللعيبه كانت متضايقه ان هي ما بتشاركش او ما شاركتش امبارح، عنفهم. وبعد ما قعد معاهم ووصلت تعنيف شديده للثلاث لعيبه، طلب ان كل اللعيبه يكونوا موجودين، وجاب كل اللعيبه في المعسكر في رساله منه ان الفتره اللي جايه مش هتسمح ان هو اي لاعب يخرج عن نظام المنتخب، خاصه ان المنتخب المعسكر الجاي على طول هو معسكر كاس الامم الافريقيه. والراجل قال لهم كده ان الفتره اللي جايه فتره لا تحتمل ان احنا يكون في تراخي، او فتره ان حد يهزر، او فتره يكون فيها تراجع. المنتخب داخل بكاس امم افريقيا عشان يفوز باللقب. دي كانت رساله روي فيتوريا. الواقعه دي لو رجعنا شويه لورا كانت حصلت من احمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر،
وتم استبعاد الشناوي وقتها بقرار من روي فيتوريا، وما انضمش خلال اي معسكر لمنتخب مصر لمده 9 شهور، حوالي 226 يوم. احمد الشناوي منذ معسكر مباراتي ملاوي في مارس الماضي ما انضمش بسبب ان هو اعترض على عدم المشاركه من قبل. طب احمد انا هقول لك، الجماهير بتقول طيب ما هو في لعيبه واخده يعني عندها مشاكل في النوادي بتاعتها وعندها ايقاف ومع ذلك لعبت، فمنين احنا بنحقق القوانين بصرامة على لعيبة معينة وعلى لعيبة تانية لا؟ بص، هي بصراحة على من روي فيتوريا ان هو ضم وصف جدا احمد انت لسه سامعني؟ استاذ احمد الهواري الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طبعا على اي حال احنا بنتمنى نشوف اداء مشرف اكتر واكتر من منتخبنا الوطني، زي ما شفنا المباراه اللي يمكن اسعدت جميع المصريين، نشوف ان شاء الله كمان اداء مشرف امام سيراليون.